يسأل عن السنن الرواتب قبل وبعد كل صلاة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض هي كما بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء بيته، وركعتين قبل الفجر. هذه السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض وينبغي المحافظة عليها إلا في السفر، فإن في حالة السفر لا تفعل هذه الرواتب، وإنما يقصر على الصلاة المفروضة مع قصر الرباعية ركعتين، إلا ركعتي الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر كما يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وفي بعض الأحاديث 4 ركعات قبل الظهر مع الركعتين، يكون قبل الظهر 4 ركعات وسائر الصلوات ركعتين، وهي المغرب والعشاء والفجر. نعم.